تزين درع الدوري بشعار القوس والسهم وتجمل باللون الأبيض، واللقب زملكاوي عن جدارة واستحقاق. وظفر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 14 في تاريخه، والثانية على التوالي بعد موسم شاق واستثنائي استحق خلاله الفارس الأبيض مواصلة الصعود لمنصة التتويج والتربع على عرش الكرة المصرية. ورفع أبناء ميت عقبة غلتهم من الألقاب والتتويجات بعد عناق الدوري للرقم 79 على المستوى المحلي والقاري والإقليمي، وحقق الزمالك درع الدوري 14 مرة في تاريخه، بالإضافة إلى 28 لقبا ببطولة كأس مصر وأربعة ألقاب بالسوبر المصري، فضلا عن تتويجات ببطولات كانت تقام في زمن سابق، منها 14 لقباً ببطولة دوري القاهرة ولقبين لكأس السلطان ولقب بدوري أكتوبر. أما عن الألقاب القارية فحدث ولا حرج، فالزمالك هو فارس إفريقيا والفريق الأكثر تتويجاً بالألقاب في قارته السمراء بالقرن الماضي، ويمتلك النادي الملكي 5 تتويجات بلقب دوري أبطال إفريقيا وأربعة ألقاب بالسوبر إفريقي ولقبين لبطولة الأفرو أسيوي ولقب بكل من الكونفدرالية وإفريقيا لأبطال الكؤوس. فتوحات عربية للفارس الأبيض على مستوى البطولات الإقليمية والمنافسات بين الأشقاء، حيث نال الزمالك لقب البطولة العربية في عام 2003 بالقاهرة، بالإضافة إلى تتويجين ببطولة كأس السوبر المصري السعودي. الزمالك العريق، الكيان الملكي، والقلعة الرياضية الأكبر في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، أفلج صدور جماهيره بعناق درع الدوري وزيادة غلة النادي من الألقاب والتتويجات والكؤوس. عاش الزمالك بطلا. ورجعنا لكم مرة أخرى وارحب بضيوفي الكبار والمحترمين نقاد رياضيين الأستاذ عمرو الدرديري والأستاذ محمد الشراوي. أستاذ عمرو، إزي حضرتك؟ زي كابتن خالد، وسعيد اني معاك وسعيد مع الاستاذ محمد الشرقاوي الصديق العزيز، وسعيد جدا بجماهير الزمالك واداره الزمالك واللي بيحصل في نادي الزمالك. استاذ محمد، زي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن خالد، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ عمرو الدرديري. نبتدي معاك، ردود افعال الناس بعد فوز الزمالك بالمركز الاول، بيراميدز بالمركز الثاني، وطبعا النادي الاهلي بالمركز الثالث، ردود الافعال والكتابات اللي معظم الكتاب الرياضيين بيكتبوها او حتى على السوشيال ميديا، كيف ترى التنافس بين الزمالك والاهلي؟ هو طبعا الزمالك يمكن يعني بالبلدي كده ضرب كرسي في الكلوب. ليه؟ لانه كشف اللي حصل، اللي عمله نادي الزمالك الموسم ده وعملته اداره نادي الزمالك الموسم الصعب دوت، وان انت تتجاوز المحنه بتاعت ايقاف القيد وتدير الدفه بتاعتك بمنتهى البراعه عشان تاخد كاس مصر في نسخته الموسم اللي فات والدوري السنه دي، يمكن عمل حاله من المكاشفه لحاجات كتيره جدا. ودايما اصدق حاجه يا خالد بجانب لغه الارقام هو وشاهد شاهد من اهله. يعني لو جه محمد الشرقاوي او الاستاذ عمرو الدرديري او كابتن خالد الغندور تحدثوا عن بعض السلبيات اللي موجوده في النادي المنافس اللي هو النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي بحكم عملنا كاعلاميين او نقاد رياضيين، هيتقال لك لا اصل انت زملكاوي شهادتك مجروحه. بالظبط، انت زملكاوي، لا اصل انت شهادتك مجروحه، لا ما ينفعش انت، لا كلامك غلط. ولكن عندما ياتي الحديث من شخصيات اهلاويه بارزه بتنتقد الأوضاع الإدارية داخل النادي الأهلي بمنتهى الموضوعية وبمنتهى الأدب، ولأنهم ناس أهلوية حريصين على مصلحة النادي الأهلي، فبيعبروا عن اللي هم شايفينه من أخطاء وسلبيات بتحصل داخل النادي الأهلي من وجهة نظرهم. يعني مثلا الأستاذ حمد رزق الكاتب الصحفي الكبير ده معروف ان هو اهلاوي، استاذ حمد رزق الاعلامي والكاتب الصحفي الكبير، كتب مقاله في المصر اليوم تحت عنوان لماذا يكرهون الاهلي.
ده كان بعد الأحداث اللي حصلت قبل ماتش الأهلي والإسماعيلي، واللي الناس تنبهت لحالة الغضب وإن الأمور ممكن توصل بالرياضة لطريق إحنا كلنا مش عايزينه. الأستاذ حمدي رزق بيتكلم، كاتب في مقالة كبيرة بيتحدث في بدايته، يعني بيقول: سؤال صادم مستوجب الرد علي بشفافية وصراحة من جانب إدارة الجزيرة الحمراء في مواجهة جماهيرها المخلصة أولا، نحي المنافسين جانبا فهم يتميزون غيظا من رؤية علم الأهلي مرفوعة، دعهم في قراءتهم يعمهون. هو الأستاذ حمدي رزق راجل أهلاوي وبيعبر عن أهلاويته وبيتكلم ويطرح السؤال ليه بيكرهوا النادي الأهلي. في ختام مقالته الطويلة بيتكلم، يعني الفقرة الأخيرة هي اللي لفتت انتباهي في المقالة، فبيقول مجددا: ونشدد إياكم وحديث المؤامرة، يعني بيتحدث لإدارة النادي الأهلي وبيتحدث لجماهير النادي الأهلي، إياكم وحديث المؤامرة اللي هو طبعا ماشيين ورا علاء صادق وماشيين ورا الناس دي اللي هو الدولة زملكة الدولة والتحكيم، لا اتحاد الكورة، لا وزارة الرياضة، اللي هو لا جواب اختفى الجواب ما اعرفش ايه. إياكم وحديث المؤامرة، وأربأ بإدارة الأهلي عن حكي المظلومية اللي هو احنا التحكيم ظلمنا، اصل احنا كان في ضربه جزاء ما اتحسبتش، لا اصل الكره جت في ايد اللعيب، لا اصل الخط جاء دوري موجه هدف بيرسي تاو ومش عارف ايه، بس احمد علي ضيع كره عشان هو كان بيلعب في الزمالك حديث المظلوميه. علينا مواجهه الحقيقه المره، منسوب الكراهيه للاهلي في ارتفاع لافت. انا بقول لك المقاله دي هو كتبها بعد الاحداث اللي حصلت قبل مباراة الأهلي وإسماعيل الأخيرة في بطولة الدوري العام. منسوب الكراهية للأهلي في ارتفاع لافت، وصور الكراهية متجسدة، وهذا يتطلب كونسولتو من حكماء الجزيرة الحمراء لتدارس أسباب الكراهية وكيفية خفض منسوبها. يعني الأستاذ حمدي رزق بيقول في كراهية حاصلة من جانب الجماهير الأندية الأخرى للنادي الأهلي وجماهيره، فهو الراجل مش عايز يبقى فيه جو كراهية في الرياضة المصرية. فبيقول: وهذا يتطلب كونسولتو من حكماء الجزيرة الحمراء لتدارس أسباب الكراهية وكيفية خفض منسوبها ورسم سياسات إعلامية تخفض من حالة الاحتقان التي تترجم كراهية تحيط بالفريق وجماهيره في حلة في حله وترحاله. تمام. يعني الكراهية هو عايز جمهور الأهلي يعني يوصل في البتاع ده. امتى الأهلي يعني هو بيتحدث امتى الأهلي في اي رحلة، رايح الإسماعيلية، رايح المحلة، رايح اسكندرية، رايح ناس ترحب بيه، رايح البتاع، يبقى في ترحاب لكل من هو أهلاوي. يعني النادي الأهلي يبقى مع نسيج المجتمع الرياضي. فالأستاذ حمدي رزق هنا يمكن السؤال بتاعه فعلا سؤال جه في الصميم، لماذا يكرهون الأهلي؟ هو بيعدد الأسباب اللي حصلت وبيتساءل تساؤلات كثيرة، ولكن زي ما بقول لك كده الفقرة اللي هو بيتكلم فيها اللي هو بلاش المؤامرة، بلاش حديث المؤامرة، بلاش فكرة المظلومية اللي انتوا بتتحدثوا عنها، عايزهم يتكلموا يشوفوا ايه اللي بيحصل. يعني بيخاطب إدارة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي وهو راجل أهلاوي يعني صميم. انا اعرف الاستاذ حمدي رزق على المستوى الشخصي، وهو طبعا صحفي قدير وصحفي كبير واعلامي لامع، فهو بيتحدث من منطلق اهلاوي مخلص مش عايز الناس تكره النادي الاهلي. تمام، اتفضل يا استاذ عمرو. انا عايز اقول ان حديث المظلوميه ونبره النادي الاهلي اللي عاليه قوي في بياناته المتكرره وحرب البيانات المستمره من النادي الاهلي، حديث المظلوميه اثار الاهلاويه قبل الزملكاويه. فلما حد بحجم كاتب كبير بحجم حمدي رزق يتكلم في المظلومية ويتكلم في كل اللي قاله الأستاذ الشرقاوي في مقالة رصينة جدا، لما حد يتكلم بكده يبقى أنت وصلت لمرحلة أنك استفزيت جماهيرك كمان. يعني أنت مش استفزيت الجمهور المنافس اللي هو نادي الزمالك أو مسؤولين نادي الزمالك أو لا أخرى. ده انت كمان وصلت لمرحلة انك استفزيت جماهيرك ومحبيك وكتابك الكبار. فدي دي دي سقطة كبيرة جدا من النادي الأهلي، ودي انا شايف انها حرب البيانات اللي عملها النادي الأهلي سقط فيها تماما، سقط فيها تماما. يعني مثلا
مش الاستاذ حمدي رزق فقط اللي اتكلم في الموضوع ده يا كابتن خالد، لا ده كمان الاستاذ محمد الدمرداش، ده كان من المرشحين الكبار في النادي الاهلي، اسم كبير الاستاذ محمد الدمرداش في النادي الاهلي. حماده الدمرداش كان في يوم من الايام رقم واحد في وزاره الاسكان، حد يعني وكان مساعد لوزير الاسكان وهو عضو بارز في نادي الجزيره وعضو برضو اهلاوي كبير جدا. يعني من الناس دايما، هو المشوندس حماده دمرداش ده راجل من نادي الجزيره اللي بيجيبوا كتل تصويتيه دايما لقائمه الكابتن حسن حمدي ايام الانتخابات او الكابتن صالح سليم او بعد كده الكابتن محمود الخطيب، فهو منتمي لهذه المجموعه. تمام اتفضل. فلما المهندس حماده الدمرداش يستفز ويكتب ده وهو اهلاوي صميم، اهلاوي قوي جدا، فلما مثلا يتكلم ويقول رساله الى الصديق الكابتن محمود الخطيب من مشجع اهلاوي متعصب، هو الراجل بيقول لك انا مشجع اهلاوي متعصب، تمام حقه تماما، ماذا يريد كابتن بيبو من النادي الاهلي؟ يعني حاجه خطيره جدا، مشجع اهلاوي متعصب بيقول لرئيس النادي ماذا يريد كابتن بيبو من النادي الاهلي. مع حبي واحترامي وتقديري الشخصي للكابتن بيبو رئيس النادي الاهلي، احسن من لعب كره القدم في مصر والذي متعنا كثيرا بمهاراته العاليه وقدراته الخارقه، ولكن دي مهمه جدا، على مستوى الإدارة ومقارنة بمحترفيها، محترف الإدارة الأخيرة المرحوم صالح سليم الكابتن حسن حمدي، الإدارة بالنسبة للنادي الأهلي يعني، فلم يستطع أن يثبت جدارته، لقد تحول الكابتن بيبو إلى ديكتاتور داخل جدران النادي الذي كان يتسم أعضاء مجلس إدارته بالرقي في الحوار. يعني ده كلام خطير جدا لما يقول لك النادي كان بيتسم بالرقي في الحوار، يعني معناه الان ايه؟ النقيض تماما. وحق كل عضو في ابداء رايه بصراحه ووضوح، وكان يتم التصويت في النهايه والاخذ براي الاغلبيه للالتزام به. دي الديمقراطيه اللي احنا نعرفها، اللي درسناها ونعرفها، هي دي الديمقراطيه، ان بنسمع اراء الجميع وبناخد براي. ده اللي كان بيحصل في النادي الاهلي، هو بيقول كده وراجل مشجع اهلاوي. اما الان فكل اعضاء المجلس يعلمون بانهم قد نجحوا في الانتخابات بسبب انضمامهم لقائمه الكابتن بيبو ذو الشعبيه الكبيره، ولذلك لا يريد احد منهم اغضابه او مخالفته. دي كارثه في مجلس اداره، ان المجلس الاداره مش عارف. في ناس، الاستاذ محمد الضماطي طلع اتكلم بس عضبي. الغالبيه، ما انت بتتكلم على الغالبيه. اتفضل. او الاعتراض على راي هو يتبناه، فاصبح المجلس هو مجلس موافقون. كارثه ان مجلس اداره النادي الاهلي يتقال عليه مجلس موافقون، كارثه من عضو بارز في النادي الاهلي. يعني احنا مش بنقول الكلام ده. وبالتالي اصبح المجلس له صوت واحد وهو صوت كابتن بيبو. من أول جلسة للمجلس تم تفويض الكابتن بيبو في إدارة كل شؤون كرة القدم مع بعض أتباعه الذين أيضا لا يستطيعون أيضا إبداء رأي مخالف له أو معارضته. كارثة يا كابتن خالد. فانهار مستوى فريق الكرة تماما، وهذا ما نشاهده الآن. كارثة كبيرة جدا يا كابتن خالد. محمد، يمكن الناس بتسمعنا دلوقتي يقولوا لنا انتوا مالكم بالاهلي ومالكم بالكابتن محمود الخطيب، لكن كل ما كان يذكر كان ضد نادي الزمالك. يعني البيانات هي ضد نادي الزمالك، التوجيه الدوري هو نادي الزمالك، زملكة الدولة هو نادي الزمالك، البيبان اللي بتتفتح لقيد اللاعبين بالخطأ هو نادي الزمالك، كل حاجة كانت توجه لنادي الزمالك. حتى لما كان بيطلع مدير الكره بيتكلم، كان بيتكلم يقول لك الحكم الفلان بتاع نادي الزمالك، الزمالك خد 13 ضربه جزاء، الزمالك ما اعرفش، الزمالك ما تحكملوش، الحكم ده ما جاش ليه، الزمالك ما اعرفش ايه، الحكام المصريين، الحكام الاجانب، دائما التحكيم المصري الموجه هو موجه لمين طول الوقت؟ الدوري شيلونجو ده، بيع الماتش، طارق يحيى، احمد علي، يعني طول الوقت توجيه الخطاب ضد نادي الزمالك. انا شخصيا واقول تجربتي يعني للناس كلها، تجربتي
هي ان انا في يوم من الايام طلعت قلت ان الكره بتاعت جت في ركبه لاعب الرجاء ما جاتش في ايده، ودافعت عن محمد نصر وقلت ان مهدي عبيد يعني راجل اخطأ وكده. لقيت حمله ولجان الكترونيه ممنهجه ضدي بصوره كبيره جدا، لدرجه انه تم تحويلي للتحقيق وانا مش فاهم ايه اللي حصل، والله العظيم ما فاهم ايه اللي حصل. فرحت تحولت للتحقيق ووريتهم ان مش انا اللي منزل الخبر ده، موقع كبير في مصر اللي منزل الخبر، وتم تحويل لدرجه ان طلبوا انه مش عارف ايه في مجلس الشعب ولا مجلس الشيوخ مش عارف ايه اللي بتقول ايه استجواب ولا استجواب وكده لجنه استماع. وبالتالي انا قلت في ايه يا جماعه، هو انا ايه اللي حصل، ايه كل ده، ايه الحمله دي لكل ده لمجرد بس ذكر شيء رغم ان الكل بيذكر تحكيم الزمالك وكده وبتاع. فبقيتش فاهم حاجه. فالناس عشان تسمعنا وتفهم ان كل ما نقوله ده لان بسبب كل ما يوجه ضد نادي الزمالك وجمهوره. لا، وده بياخدنا تاني لمقاله الاستاذ حمدي رزق، لماذا يكرهون الاهلي؟ من الحملات التشويه اللي بتحصل على السوشيال ميديا لاي حد يتحدث عن سلبيات موجوده داخل النادي الاهلي. يا اخي ده احنا في بلد ديمقراطيه، ده احنا الدنيا يعني انا ما يعني اي حد بيستمع لاي حد وبيستمع طالما انا ما بسيقش لحضرتك، بس بقول عند حضرتك سلبيات 1 2 3 4. يعني مثلا زميلنا خالد طلعت كان عمل احصائيه عجبتني جدا، تحكيم ان هو لا ان هو في خلال الفتره بتاعه الكابتن محمود الخطيب منذ توليه المسؤوليه في النادي الاهلي من 2017 مغير كل 10 شهور مدرب، بدايه من انا على ما اتذكر يمكن يعني يا ريت زميلنا كريم حمدي يجيبها لنا على الشاشه، هو منزلها على صفحته على تويتر، بدايه من الكابتن حسام البدري ولاسارتي ويعني انا مش متذكر الاسماء، ولكن فايلر وحسام البدري ولازارتي وموسيماني وسواريش وكارتيرون واي الغير محمد يوسف وغير سامي قمصان اللي تولوا بشكل مؤقت حسبها كان زمان الزمالك اللي بيتقال عليه كده. بالظبط بالظبط بالظبط. فهو كان الزمالك، وكان الزمالك على فكره النقد الرياضي كان دايما بيطلع ينتقد ادارات نادي الزمالك. مرتضى منصور لا كان مرتضى بيقول لك مرتضى منصور بيغير مدرب كل شويه وبتاع. انت بتغير مدربين، انت بتغير لعيبه كتيره، انت بتتدخل في الشؤون، انت بتعمل اجتماع مع اللعيبه. الغريبه ان دلوقتي ما حدش بيتكلم اصلا. الامور دلوقتي لما تتحدث ويجي الامور في نادي الزمالك، الراجل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بيستوعب اي سلبيه عنده وبيحاول يصلح، وهو نفسه قال لك انا بمرور الوقت ازددت خبره، وانه ادارته لنادي الزمالك في حاليا غير لما كان في 2004. بس هو مش بني ادم غير سلبيات على فكره. يعني من البدايه خالص من 2004 هو اتغير، 2005 يعني الوضع بالنسبه له اتغير واكتسب يعني عرف السلبيات فبيصلح من السلبيات، وما بيخجلش ان هو يعترف ان كان عنده قبل كده اخطاء او سلبيات وهو صلحها، وعشان كده نادي الزمالك دلوقتي اصبح في القمه. يعني يكفي ان انت اداره نادي الزمالك اعلنت الرسم يعني بشكل قاطع ان مثلا ملف الصفقات او مدير فني او كده ده مسؤوليه اداره النادي او اداره الكره بالنادي، مش هنمشي ورا الجمهور. الجمهور حضرتك بتيجي تحاسبنا اخر الموسم بتشوف احنا اخفقنا ولا ان احنا كنا يعني ايه مشينا بشكل مميز في الاداره بتاعتنا. فللاسف الشديد الدنيا بقت في النادي الاهلي اتعكست، اصبح دلوقتي تغيير المدربين زي ما بقول لك زميلنا خالد طلعت قايل كل 10 شهور بيتغير، متغير في عهد الاستاذ محمود الخطيب مدير فني للاهلي. فده دلوقتي مش 10 شهور بقى، هو موسيماني مشي، لا هو كده سواريش قعد شهرين وبعد كده هيجي مدرب تاني. حاسب في 2017 يعني انا بقول لك دلوقتي يعني كمان هو حاسب يعني هو تقريبا حاسب عدد المدربين على عدد السنوات فلاقيها حوالي 10 يعني اقسمهم فقايل لك 10 كل 10 شهور. فده عدم استقرار فني لفريق الكره بالنادي الاهلي، على الرغم من ان الكابتن محمود الخطيب المفروض ان هو الناس منتخباه علشان هو لاعب كره قدم متميز، فالمفروض ان هو الكل كان متوقع منه اصلاح حال فريق كره القدم. بص انا على مدار السنوات على مدار السنوات كنت بسمع دايما ان انجح اداره في مصر هي اداره النادي الاهلي، ودايما يقول لك ماشيه بسيستم ونظام
واحد زائد واحد يساوي اتنين، ومفيش خبر يعرف لعيب ولا مين المدرب اللي جاي ومين اللعيب اللي جاي ولا ولا ولا. احنا بنشوف دلوقتي فوتوشوب، ابراهيم عادل جاي معرفش مين جاي، مصطفى فتحي جاي معرفش مين جاي. دلوقتي انا من وجهه نظري والله بدون رياء وبدون اي حاجه، ان الاداره الانجح في مصر حاليا هي اداره نادي الزمالك. ما هو ده يعني، كاداره ناجحه قدرت توصل بفريقها لبر الامان وفي ظل اجواء صعبه اداريه، اجواء اداريه صعبه بتمر بيها، لكن بتحل وانت ماشي في الطريق لتوصل للنهايه للبطولات. اتفضل. كان في الاستاذ هاني توفيق كمان اعتقد بس لما استاذ عمرو اتفضل. مش كمان يا كابتن خالد الكلام ده مش مجرد كلام، لكن النتائج بتقول كده يعني. النتائج بتقول كلامك ان اداره الزمالك هي الافضل، النتائج اللي بتقول كده. اصل يعني مش معقوله اداره سيئه بتكسب دوري في دوري في كاس في يعني، لا يمكن. لا يمكن. وبعدين غير الالعاب الثانيه. فاكيد الاداره دي اداره رشيده وفاهمه بتعمل ايه وبتتحرك ازاي. لا واختيارات اللعيبه كمان يا جماعه الفتره الاخيره، اختيارات اللعيبه تخيل مشتاق مرتضى منصور ما لعبش كوره يعني، لم يكن بس في مؤسسيه في الاداء. لا انا بقول ايه، انا دلوقتي لو عندي واحد من افضل لعيبه الكوره اللي جم الكابتن محمود الخطيب، وعندي مشار مرتضى محامي كبير ما لعبش كوره، لكن لما تيجي نقول الصفقات هنا مين الانجح في الفتره الاخيره كصفقات سواء اجنبيه او مصريه، هتلاقي ان الصفقات الزمالك انجح. يا كابتن خالد الاداره ملهاش علاقه مثلا. الاداره ملهاش علاقه خالص بلعبت كوره او ما لعبتش كوره. الاداره لها علاقه بمفهوم الاداره، مين فاهم اداره كويس، مين عنده مرونه في الاداره، مين قادر يحاسب لعبته كويس، مين بيحط نظم ولوائح، مين بيعمل منظومه اداريه ناجحه بيعرف يحاسبها، بتعرف كل حاجه مفهومه. ده اللي حصل في نادي الزمالك، ان عملت مؤسسيه في اداره الكوره او ملف الكوره في ايد حد شغال في الملف ده على اكمل وجه، خلاص ناجح. يبقى ثواب وعقاب، في ثواب العقاب وعقاب لكل حاجه. ده اللي ماشي في نادي الزمالك لان في سيستم. في النادي الاهلي مؤكد ما فيش سيستم، لان مؤكد احنا شايفين بيانات كتير بتصدر وشايفين اللي بيحصل، شايفين اشاعات اللاعب الفلاني جه وتفاجئ ان مشي. انت عندك عضو مجلس اداره اعترض على ما يحدث داخل نادي الاهلي استاذ محمد ضماطي. شفنا شركه الكوره بتستقيل. لا ده ما كل ده شفنا سواريش بيصرح تصريحات بعد رحيله ومستقبل اللي حصل له. لا وشفنا الالعن يا كابتن خالد ان اول مره اشوفها في النادي الاهلي، ان مدير النادي الاهلي يعني يتقول على عضو مجلس اداره. انا ما شفتهاش دي قبل كده في النادي الاهلي. اللي هو المتحدث طبعا ما ينفعش او المدير يعني التنفيذي. كانت صعبه طبعا جدا ان المدير التنفيذي يتكلم على عضو مجلس اداره او ينتقده بالظبط يعني، دي كانت برضو حاجه انا ما شفتهاش. قال لك تعليمات من رئيس النادي ايا كان، بس في الوقت يعني. النهايه دي ما حصلتش في النادي الاهلي يعني، عمرها ما حصلتش. انا ما سمعتهاش في النادي الاهلي انا شخصيا ما سمعتهاش. لكن انها تحصل في عهد الكابتن محمود لا دي صعبه. اتفضل استاذ. انا عايز اقول هاني الاستاذ هاني توفيق قالي الاستاذ هاني توفيق ده اهلاوي يعني للنخاع. تمام. فلما يطلع ويقول متى يعلم الخطيب ان استمراره يسيء للاهلي بقدر ما يسيء لتاريخه. رصيدك لدينا نفذ، عليك الاستقاله، فشلت في الشيء الوحيد اللي بتفهم فيه وانتخبت عشان. كارثه يعني لما حد اهلاوي بحجم ده يقول للكابتن محمود انك انت فشلت في الملف اللي احنا انتخبناك فيه، وده عضو جمعيه عموميه كرة القدم يعني؟ ده الملف طبعا الاساسي في النادي الاهلي، طبيعي في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك هو الملف الرئيسي ملف كرة القدم. صحيح صحيح. نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ محمد الشرقاوي والاستاذ عمرو الدرديري. اوعى تروح في اي حته، يلا بينا. ورجعنا لكم مرة أخرى وما زال الحديث بقية مع طبعا الصحفيين المحترمين الأستاذ محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بالمصري مساعد خلاص دلوقتي ترقيت كمان مساعد رئيس تحرير المصري اليوم. أستاذ عمرو حضرتك دلوقتي مدير تحرير الأهرام، مدير تحرير جورنال الأهرام. بسم الله ما شاء الله عليكم يعني قامات كبيرة صحفية قاعدة قدامي. تفضل أستاذ محمد. طيب أنا واحد من الناس لما جينا مثلا انت الحلقه اللي فاتت كنت انت عامل فقره اسئله سريعه وبتاع وقلت مين افضل رئيس نادي في دي عملت قلبان دي على فكره. احنا طبيعي المستشار مرتضى منصور مش مجامله للمستشار مرتضى منصور، ولكن هو يستحق هذا الامر بجداره واستحقاق
لحاجات كتيرة جدا 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 جدا. احنا يمكن عددنا منها السلبيات اللي في النادي الاهلي والانتقادات الموجهة لإدارة النادي الاهلي. في المقابل كان في نجاح كبير جدا من المستشار مرتضى منصور. طيب هيتقال ان محمد الشرقاوي يعني ايه هو بيحب مرتضى منصور على المستوى الشخصي فبيقعد يجامل في مرتضى منصور، ماشي يا سيدي. طب فما بالك بالكاتب الصحفي الكبير الله يرحمه أنيس منصور، قامة كبيرة يعني طبعا ما حدش يختلف على قامة كبيرة جدا الشخصية الجميلة طبعا الله يرحمه. كان كاتب مقالة لقيتها في الأهرام في 21/3/2010 يعني من حوالي 12 سنة. هو أنيس منصور لا لابن 12 سنة وخمس شهور تقريبا، وهذا الرجل لا منحاز ولا كان في حاجة، وراجل يعني قيمة صحفية وأدبية يعني منتهى الروعة، رمز من رموز الصحافة والأدب في مصر. فكتب في الأهرام مقالته مواقف بيقول لا أعرف المستشار مرتضى منصور فأنا مثل كل الناس أعرف عنه فلا يكاد يتردد اسمه حتى يبدو الابتسامة على الوجوه أو الشروع في الضحك. لماذا؟ هو بيتساءل يعني لما بيطرح اسم المستشار مرتضى منصور الناس بتبتسم، فبيقول ليه؟ لأنه قد ارتبط بخناقات علنية في وسائل الإعلام مع أنه لا يخانق أحد، فقط هو في حالة دفاع عن اسمه وكرامته وسنده، في ذلك هو القانون، وهو لا يسكت عن حق له ولا عن إهانته. ده شهادة الايه الاستاذ ان هو بينفعل عندما يشعر، هو بيقول لك هو مشهور بان الناس لما بتيجي اسم المستشار مرتضى منصور ان هو بتاع خناق، ان هو بتاع خناقات، مع ان هو بيقول لك يعني الاستاذ أنيس منصور بيقول لك هو مش بتاع خناق، هو بس يعني ايه لما يعني بيدافع عن كرامته، بيدافع عن سمعته، وهو بيدافع يعني ده حقه. طيب فبيستطرد الاستاذ أنيس منصور في المقاله وبيقول وقد احببت ان اعرفه فهو شخصيه ممتعه له لون وطعم، لولا أنني لا أعرف كرة القدم، لا أعرف في كرة القدم إلا ما يعرفه العرض حلجي عن القانون إذا قورنا بالمستشار مرتضى منصور. يعني أنيس منصور كان حابب يعرف بشكل شخصي، هو ملوش يتعرف على المستشار مرتضى منصور، ولكن هو ما عندوش فكرة، ولكن هو بيشيد بعبقرية المستشار مرتضى منصور بالنسبة للقانون. لقد أراد أن يكون صحفيا اللي هو المستشار مرتضى منصور لأنه يحسن التعبير، ولم تساعده الظروف فاستقر في مملكة القانون ومعه أولاده أيضا، ودخل في معارك إدارية وقانونية عندما رأس نادي الزمالك، فهو يحب النادي والحب بهدلة وقد حدثت البهدلة وهو غير آسف على ذلك، فلم يكن له عدوان على أحد وإنما هو يدافع بالقانون، وتعريف القانون أنه حق تحميه قوة، وقال ودخل السجن وسوف يقول ولن يسكت. يعني المستشار مرتضى منصور دايما بيدافع عن الحق وما حدش بيثنيه عن كلمة الحق حتى ايه باللازم. والله يا سيادة المستشار تمنيت على الله ولا يكثر على الله ان تكون لي هواية، وحاولت مع الكرة ومع الشطرنج ولم افلح، لم اصبر، فانا لا احسن استخدام رجلي او يدي في شيء غير القلم والورقة واكتب. لقد شاء الله ان اعيش محروما من الهواية الوحيدة الباقية وهي الفلك، وعندي تلسكوبات في الغرفة فوق السطوح لتكون مرصدا صغيرا، ولكن زحفت البيوت وفيها أضواء وضوضاء ودخان ورطوبة وأخفت عني السماء، ولست قادرا منك على أن أحارب البيئة من حولي، ورضيت بالقراءة والنظر إلى السماء وفوق أرض غير مصرية مع الأسف. تمام، عايز أقول لحضرتك أنيس منصور كتب المقالة دي 2010. 2010 احنا بدأنا بقى المسيرة من 2014-2015، مسيرة البطولات والانتصارات، المسيرة الجديدة بتاعت المستشار والكم البطولات والنجاحات اللي احنا حققناها. نتمنى ان كان الراحل أنيس منصور كان عايش دلوقتي وكان يشوف اللي وصل له الزمالك، بس هو بيعبر بكلماته أكيد. الجميلة عن اللي هو حقيقة المستشار مرتضى منصور. تمام. فلما تطلع الشهادة من طبعا كاتب كبير الأستاذ أنيس منصور لازم ينصت الجميع. اتفضل استاذ عمرو. أنيس منصور مش مجرد مثقف، مش مجرد كاتب كبير، مش مجرد أديب كبير. أنيس منصور ده أكبر مثقف في مصر على الإطلاق، ده كلام قولا واحدا. أنيس منصور أكبر مثقف على الإطلاق في مصر. أنيس منصور أكتر حد قرأ في مصر، هو تلميذ عباس محمود العقاد.
فقيمة أنيس منصور الأدبية والثقافية قيمة كبيرة جدا جدا. صحيح. لما حد بحجم وقيمة أنيس منصور اللي لما توفاه الله الأهرام خسر كتير جدا. واحد من قامات الأهرام الكبيرة جدا ومثقفيها الكبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي. صحيح. اسم كبير جدا 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 من أهرامات مصر أنيس منصور. فلما حد بالحجم ده ويشهد هذه الشهادة لازم نديله تعظيم سنة. صحيح. نطلع ليه حاول البعض ان هو يعكر صفو علاقة رئيس نادي الزمالك اللي هو رمز للزملكاوية مع جمهور نادي الزمالك العظيم، وحاول البعض إثارة الجدل في هذا الموضوع. تعال نشوف علاقة رئيس نادي الزمالك بجمهور نادي الزمالك في هذا التقرير، ثم نعود مرة أخرى لنستكمل الحوار مع الأستاذ محمد الشرقاوي والأستاذ عمرو الدردير. يلا بينا. مير رشاد رئيس فرقة الرياضة ناس محبين نادي الزمالك، يعني نشكر شهادة المستشار مصطفى منصور على إنجازات اللي عملها مع نادي الزمالك، وإحنا بجد يعني نشكره أكتر من اللازم والله. لا لازم، مش احنا لازم أكتر، لازم ده اللازم يعني. ربنا احنا جايين نشكر سيادة المستشار، أنا اسمي محمد خالد رئيس فرقة الرياضة نايتس مدينة السلام. جاي أشكر سيادة المستشار مصطفى منصور على المجهودات العظيمة اللي هو عاملها وعلى التقدم اللي هو عامله والانتصارات، واحنا بنقول له جمهور الزمالك كله في ظهرك واحنا بندعمك وكمل الرئيس واحنا وراك. هو قول لي بقى ده ركز احنا بنقول لك يا ريس، ده اقل حاجه من جمهور الزمالك باليد، عشان انت الفتره اللي فاتت دي انتقادات ليك كتير جدا من الاعلام وكله، ما حدش يعني كلنا بنحبك والله. يعني الصوره دي وانا رخم صورت مع شاروق، مش كده مع البنت شاروق البرنامج، هي دي الصوره صح. اولا انتوا اسمكم جمهور نادي الزمالك، وانت بكده جمهور نادي الزمالك هو رقم واحد في المعادله. ليه؟ انا ممكن افشل، ممكن امشي، الفريق يمشي، انت شايفين طرحه من مشي، مش عارف مين مشي ولا مش عارف مشي، المدير الفني بيمشي، المدير الفني بيجي. المعادله الوحيده الثابته هي جمهور الزمالك ايا كان مسماه. الحمد لله احنا نجحنا بالواحد الجمهور كله، ويمكن الفتنه العبيطه اللي اتعملت ان انا قلت جمهور الزمالك محطوط، وانا محطوط بالشتيمه، انا بحلف بالدنيا. نمره اتنين، كلكم شفتوا واحد بيشتكي، واحد بيقول لي ايه فين بوبو؟ ايه ده؟ هو حضرتك بتكلمني انا كده ليه؟ انا شغال عندك، انت ليك النتيجه في النهايه. طب مش بوبو ده كان رايح الاهلي؟ طب لو راح الاهلي هسيب نادي الزمالك. ايه رايكم؟ كل الهري اللي بيعمله اخويا حنفي والجانب ان بوبو جاي ابراهيم عادل، او انا ابراهيم عادل فين؟ بيلعب كام سنه؟ اربعه مدده العقد. لا في بوب ولا في احمد عاطف ولا في كلام الفرق ده كله يا جماعه، ده كله دهاني. عشان تقول لي يا جمهور الزمالك اتنبه، انا في المطابخ دي كلها وعارف مين رايح ومين جاي، وانت ما بتعرفش انا بكلم مين وبقعد مع مين، انت ما بتعرفش. انما انت عايز الا ادبك وخلاص، عين او اثنين وثلاثه. الواد اللي امبارح بيقول لي مين مروان ده بتاع الاتحاد الاسكندري، ومين مش عارف دونجا، ومين مش عارف مين دول. اولا مروان النهارده بيقول عليه راح المنتخب، ضم المنتخب مظبوط مروان عطيه. ممكن ممكن احترامي للجمهور، لانه جمهور انت ليك عندي نتيجه، ايه النتيجه؟ كاس زي مثلا بطوله الدوري، سوبر افريقيا، ده اللي ليك. انما مش ليك تتدخل وتقول هات فلان او جيب فلان، لان جمهور الزمالك 60 70 80 او 100 مليون عنده في مصر، خلاص هنفترض في العالم العربي 250 مليون. لو احنا سالنا كل واحد رايه، انا امشي المركب تغرق تعمل كده، لان المركب ليها رئيسين بتعمل ايه؟ طب اللي ليها بقى 100 مليون مش كده يا جماعه. فانا بقول لك ابو ده قال لك ايه وشات في ثلاث عيال واد منهم ممكن مش عارف اسمه ايه ولا ايه ولا كده، لا ده شات امنا. فين يا ابن امك مش انتهى؟ نفسي اعرف فين امك اللي انا شفتها. يعني انا قلت ايه؟ يا جمهور الزمالك امكم فين ده؟ لما الناس رجعت بقى للمصر عرفت ان اللجان بتاعت الاهلي، وخاصه ان انا كشفتهم قبلها بيوم بالاسماء، الواد بتاع صدر رد والواد اسامه، العيال دي كلها ده محكمه على طول، ما فيش فيها هزار. هتلاحظوا بقى انهم ما بيتكلموش، لان نبيتهم هم وزوجاتهم وامهاتهم ما تجيش تعيط زي الناس اللي عيطت قبل كده، تمام؟ اي حد بعد كده يقل ادبه. احنا طبعا عملنا بلاغات الاستاذ محمود خالد وحيد رد، وصلنا بتم بلاغ لغايه دلوقتي. اجازه قضائيه في 11 هتنتقل محمد عبد الجديد يروح رئيس النيابه، تعالى هتسال على كل حق، واحنا كل ده وثقناه، تمام؟ ده شتم امهات الزمالكاويه،
ليه يعني اديني مبرر ان انا باسبوع لف بلع اقول لهم انتوا رقم واحد فوق دماغي واشتم امهاتهم؟ طب ايه الشتيمه؟ انا قلت له هات امك ولا هات امكم؟ انا عايز افهم برضه. ف يا جمهور الزمالك، جمهور الزمالك واعي جدا 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 وبشكركم جدا جدا. ده جمهور الزمالك ربنا يرحمكم. ماشي، احنا عايزين بس نقول حاجه صغيره كده. والله العظيم بجد احسن رئيس نادي مر على عصور تاريخ النادي هو سياده المستشار. احنا بجد احنا جايين من يعني جايين من جوانا احنا كنادي الزمالك وكجمهور الزمالك. بجد الراجل ده تعب معانا واحنا بنحب الراجل ده بجد، وما شفناش منه اي حاجه وحشه، وبدليل على الانجازات اللي هو عاملها ديت، فاحنا بنحبه والله العظيم. هو سؤال عنده مشاكل، صدرت له كل المشاكل اللي كانت عندنا. يا جماعه هو عنده المشاكل دي كلها، ما خدش ولا بطوله وجمهور وراه وشويه عيال عندنا عددهم قليل وعمال اخد كل البطولات، ورجعت لك الهيبه والكرامه تمام، وتقول لي لا اصل شتم امي. انت مين اصلا عشان اشتم امك؟ انا اعرفك منين؟ انا اعرف كيان كبير اسمه جمهور الزمالك فوق دماغي، انما لما عيل يقل ادبه يبعت له يقول لي ايه؟ فين الصفقات الفاشخ؟ تتريق عليا انا؟ طب انت عارف انا جبت مين؟ ما تصبر تاني، اصبر. وبعدين انت كل اللي عندي ايه؟ طبعا الخريطه اتغيرت، احنا الاول بس كنا نجيب حوالي 11 واحد. لما فيريرا طلع خمس عيال من الاشبال اقول له لا انا بقى هجيب مكانه، يبقى انا راجل بستهبل. وعندي مثلا لاعب زي حسام ده، لما تيجي تشتري دلوقتي ب 20 مليون اجيب واحد مكانه ب 20 مليون؟ لكن اجيب واحد علشان لو حسام حصل له حاجه يبقى ده موجود. تمام؟ خط النص عندي زكريا الوردي قد طارق حامد 100 مره، وفي نفس الوقت هو فرجان ساسي بيقطع وبيباصي. ابراهيم رضاوي بسميه ابراهيم، وابراهيم يعني كلكم شفتوه هجام هجام بدماغه باليمين وبالشمال. هو في ايه؟ ده حقيقة ده ما تقول مش تتلكك لا طوالة ولا شعره من راسي تتهز ولا الكلام ده كله هيساوي عندي خمسه ساعات. اللي بيساوي عندي خمسه ساعات الجمهور المحترم اللي بالملايين، انما 1000 واحد ايه متر؟ انما الجمهور الحقيقي بتاع الزمالك اللي بالملايين ده اللي فوق دماغي، انما انتوا ولا تساوي نمله عندي ولا الهوى ولا لكم قيمه. انا بس لما حد بيقول لي ادب على الهوى اروح مديله ساعتها على الهوى ساعتها تمام، عشان انا ايه دم حامي. لكن انا بشكركم وبشكر الرايت نايس بصراحه، كل الصفحات اللي كانت ضدنا مش عايز اقول اسمها عشان في ناس بتزعل تمام، وماندو ده ولا ماندو ده ولا هو اللي واقف ده بيصور ده ما كان ضدي. ولما الراجل جه وقال انا مع الكيان اهلا بيه، طلع عيل عبيط قاعد في دبي قاعد يقول لك ازاي ده احنا كعوننا، ده احنا اللي كافحنا، ده احنا اللي كنا. وانت اللي رجعتني، اللي رجعني حد فيكم حضر جلسه؟ اللي رجعني اعضاء مصر العظيم وانا سامحه والجمعيه العموميه بتاعتي المحترمه اللي جابت قائمتي بالاكتساح مش اول مره، كل الانتخابات كده. فكل واحد جمعي يبقى في حجمه. جمهور عظيم، بس انت مش هتبقى واسع عليا اكلم مين؟ ولا زي الافندي اللي بيقول لي بعت لي امبارح ازاي ميدو ازاي تقعد جنب ميدو؟ اولا انا اللي كنت قاعد ميدو اللي قاعد جنبي تمام؟ طب افرض بقى رحت ازاي ميدو؟ قوم يلا قوم يلا قوم يلا قوم، مش عايزك تبقى عندك خشن. قوم يلا قوم يلا. يقول لك شايف البلطجي؟ وفي ايه؟ هي الشيزوفرينيا شغاله. خلاص ميدو بقى له اسبوعين ثلاثه شهر بيدعم في الكيان تمام؟ وبيدعم في الراجل المدير الفني. اقول له قوم؟ لا طبعا. اذا كان الد خصومي عملت مبادره من حوالي 10 ايام، قلت جميع الموقفين جميع المشروعين اتفضلوا، كل الناس جت ما عدا اللي هم عاملين هيجان بره دول. دول قضيتهم مش مقتدر، دول قضيتهم هد الكيان. ما هم لو دخلوا النادي عادي هم وانصارهم ايه المشكله؟ هو ما يخشش عندي دايما في مشاكل. انا بشكركم وبشكر الجمهور تاني وبشكركم طبعا تمام. اي حد يقول لك انا مش عايز مقتدر ده رايي بصراحه، لي حق مش عايز مقتدر انه خد له الكونفدراليه وسوبر في اسمه، مش عايز مقتدر عشان خد جميع انواع البطولات، جميع انواع البطولات، احتكر كاس مصر تمام، اللي حق بصراحه. مش عايز مقتدر عشان في شهرين خد دوري وكاس، هو مش عايز مقتدر عشان واخد 50 بطوله، مش عايز مقتدر عشان كده. يبقى انت من زملكاوي، يبقى انت مرتشاوي، والمرتشاوي الجزمه بتاعتي يعني الشغل. يقول لك ايه ده بقول للجمهور بجزمه؟ لا انا بقول لك انت يا مرتشي ما تاخدش بقى ايه بالجزمه ومركبها على الجمهور تمام. الفيلم ده تعرف جمهور الزمالك يعني مرتشاوي بالجزمه وعددكم قليل وكلكم بتقبضوا وبتساعدوا اللجان بتاعت حنفي. يا جماعه حنفي خسر كل البطولات من ساعه ما جه، مش عارف ياخد ولا بطوله،
وعنده قرار وعامل احد قروض وانا اللي عندي 4 مليار وبيجيب في خزنه وبجيب احسن لعيبه في كل الالعاب كل الالعاب هو جمهور رجال وراه وانا شويه عيال بتهاجمني انا طب هو الجمهور العادي المحترم بقى خلاص من غير ما تكلم يقول لك انت مرتشي انت عايز ايه من الراجل ده؟ ده البطوله الوحيده كانت في ابطال ابطال افريقيا ما خدتهاش وانا رئيس نادي لكن خدتها وانا نائب خدتها وانا مجلس اداره واشرف على فريق كوره تمام البطوله الوحيده اللي هم خدوها مني اللي هي يوم الماتش ده لما اتعمل مؤامره ممنوع مرتضى رئيس نادي قبل ما يحلني بيومين مش كده؟ وبعدين قبلها بيومين يا باشا قبلها بيومين نمره اثنين غيروا البتاع كسروا الفار جمروه غيروا الحكم جابوا حكم لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه لانه مرتضى لو كان شارك كاس افريقيا في اليوم ده ولا كان حد يقدر يشيلني ولا والدليل ان الموضوع مترتب ان مجلس القضاء الاعلى ما بيجتمعش كل يوم مجلس القضاء الاعلى بيجتمع اسبوع او اسبوعين مجلس القضاء الاعلى يوم ما مشيت كان مطلع قرار بالاخ احمد الله يرحمه احمد بخري والجدع اللي اسمه هشام ده محمد ده بتاع المعارض اللي جاي من المعارض ده تمام اسمه هشام ايه؟ ما اعرفش اسمه هشام ايه؟ حاجه كده جاي من هشام طب دليل ان مجلس القضاء كان موافق على تعيينهم في اللجنه ان ده طالع من اسبوع يبقى الموضوع كان مترتب قبل الماتش وانا زمان بفرحوا بصوا وجاي الماتش التاني بتاع قطر وفي قطر ولما انا قلت امير راح امير ما راحش كده امير راح بعد الدوله كلفت خلي بالكم في حاجه كذا كذا كان الدوله كلها كلمتني المريد المشهور كلمني قال لي هناك عندهم في امن والامان تمام امير راح عملوه كويس جدا مراسل عربيه حراسه لما يعملوا ده مع ان هو مش بيمثل الزمالك بس ده بيمثل مين؟ مصر لا بيمثلنا انا قدامنا تمام الراجل الخلاف الكبير اللي انا شكرتهم طبعا من مصر يعني لي رسائل مش دي قطر يا ابني كذا معقول انا اشكرهم هيشتموني لا طبعا ده الشغل اللي هنا عشان اروح طالع شاتم قطر تمام يبقى الزمالك ما يروحش تبقى في فتنه بين البلدين يروح حد فين فين هنا يا ريس برضه عايزين جمهور الزمالك كله وعايزين نشكر كابتن امير مرتضى منصور بجد على المجهودات اللي عملها مع الفريق بجد يستاهل الدعم وبجد ربنا يكرمه ويستمر اللي هو فيه يعني وما يسمعش لاي حد يعني امير شغال 24 ساعه صفقات كل الصفقات الجامده في مصر امير بيجيبها ويرجعنا لكم مره اخرى اتمنى دايما تكون علاقه جمهور الزمالك احنا جماعه عيله احنا عيله اسره الأسرة دي متواجد فيها رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور متواجد فيها مستر فيريرا مجلس الإدارة طبعا متواجد فيها جمهور الزمالك العظيم متواجد فيها قناة نادي الزمالك كلنا أسرة بنخاف على بعض وبنحب بعض وعايزين كلنا ننجح فمفيش لو واحد طلع بره السرب يبقى مش كلنا مش مع بعض احنا كلنا مع بعض لأن احنا لو مش كلنا مع بعض هتبقى في مشكلة احنا لازم نبقى كلنا مع بعض في ظهر بعض نقف مع بعض ندافع عن بعض عشان خاطر نوصل للغاية بتاعتنا وهي الفوز بالبطولات والنجاح الإداري والنجاح في الصفقات والنجاح المدير الفني ونجاح قناة نادي الزمالك إنها توصل صوتكم في كل مكان وده من منطلق توصيل الصوت قبل ما أروح للأستاذ الشرقاوي أستاذة في ناس كتير قوي بتتواصل معانا يا جماعة وبتتواصل مع إدارة نادي الزمالك مش عارفين يطلعوا تأشيرات لقطر في ناس في الكويت في ناس في الامارات في ناس في اكتر من دوله عربيه عايزين يروحوا مباراه السوبر السعودي المصري السعودي وبالتالي ان شاء الله الاداره برئاسه مستشار مرتضى منصور هتتدخل في هذا الموضوع وهتحاول تحل كل هذه المشاكل ونحاول نفتح المجال لكل واحد من الجمهور عايز يروح يتفرج على نادي الزمالك ويشجع نادي الزمالك ان شاء الله في قطر يوم 9/9 باذن الله. تعليق حضرتك يا استاذ محمد. هو يعني هاخد من الـ 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 الجمله اللي انت قلتها وتدخل الاداره اللي هي فكره رب الاسره مستشار مرتضى منصور هو كبير العيله الزملكاويه زي ما انت بتقول كده يا خالد مثلا في مشاكل لبعض الزملكاويه في الخليج في الكويت او غيره او غيره او غيره بالنسبه ليه تاشيرات معينه فتلاقي اداره الزمالك والمستشار مرتضى منصور ما بيسكتش بتلاقيه بيحاول ان هو يمد ايده ويساعد في المساله دي. في واحد اسمه محمد يحيى على فكره استاذ محمد يحيى بعت مش عارف يطلع التاشيره من الكويت. ما هو ده العشم ما بص يا خالد لما يبقى في عشم من جماهير نادي الزمالك ليه اسد نادي الزمالك اللي هو المستشار مرتضى منصور
كبير اسره نادي الزمالك، فتلاقي كل الناس بتلجا لكبير الاسره المستشار مرتضى منصور. وبالمناسبه هو عمره ما خذل حد وعمره ما هيخذل حد مهما كانت مشاغله ومهما كانت ظروفه ومهما كان يعني وراه مليون حاجه. انت بتيجي تقعد مع المستشار مرتضى منصور تلاقي وراه مليون حاجه، ولكن التفاصيل الصغيره دي دايما بيفتكرها، تلاقيه مهتم بيها. يعني الناس بتبعت له بيهتم بمشاكلهم ويهتم بالافكار اللي هم بيطرحوها، او لو عندهم حاجه يحاول ان هو يحلها ويدي تعليمات للموظفين في الاداره. انا عاجبني اللي هو الفيديو اللي حصل وحضور عدد او رموز من المشجعين، علشان الناس بتثبت ان كل اللي حصل ده كان زوبعه في فنجان، وان المساله مجرد خلاص انتهت وان شاء الله ما فيش اي مشاكل. جماهير نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور قال لك على راسي، هم رقم واحد عند المستشار وعند مجلس الاداره، وبالتالي ما فيش حاجه مش هتفرح جماهير نادي الزمالك مش هيعملها مرتضى منصور. استاذ عمرو اتفضل. بالطبع جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم، وبالطبع جمهور نادي الزمالك جمهور مختلف عن الاخرين. جمهور نادي الزمالك عمره ما كان قطيع، جمهور نادي الزمالك بيفهم كوره، بيحلل كويس جدا، عنده استيعاب كبير جدا لكره القدم، فاهم كويس جدا ادارته بتعمل ايه، العلاقه ما بين مجلس الاداره وما بين الجمهور علاقه على اعلى مستوى، وخصوصا شفنا ده في بطوله الدوري، في التتويج بالدوري، في التتويج بالكاس، قد ايه في احترام متبادل، قد ايه في حب ما بين الجماهير والاداره. المستشار مرتضى منصور اخلص جدا للجمهور ده، وعمل لهم حاجات كتير جدا، وجاب لهم انتصارات عظيمه ما يقدروش ينسوها. الجمهور كمان حابب الاداره وحابب المستشار مرتضى منصور، لان فعلا زي ما هو قال واتقالت كتير جدا ان هو بيطور من نفسه كل شويه، بيصلح طبيعي. مرتضى منصور بتاع 2005 مش هو مرتضى منصور بتاع 2022 مؤكد. صحيح صحيح. لا، في تطور، في حاجه جيده بتقدم لجمهور الكره المصريه وجمهور الزمالك. فجمهور الزمالك جمهور عظيم، الاداره واقفه مع الجمهور وبتساند، طالما في شرعيه وطالما في تناغم في الاداء ما بين الجمهور وما بين الاداره. استاذ عمرو بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ محمد الشرقاوي. عايز اقول كلمه واحده لجمهور الزمالك العظيم، في لجان حتى بيبقى في جروبات على الواتساب بتتكتب حاجه معينه بينزلوها كلهم على صفحاتهم في نفس التوقيت وتقريبا بنفس الصيغه. زمان كنا ناس سوزك، يعني بنصدق اي حد يكتب اي حاجه، لكن هتلاقوا في بعض الاحيان لجان موجهه ضد فلان، ضد علان، ضد الشخص ده، ضد ده، ضد ده، تبقى لجان موجهه ومدفوعه الاجر لانها يتكسب منها البعض فلوس. وبالتالي يا جماعه احنا في وقت بنحصل فيه على بطولات، في مقابل هذه البطولات هتلاقي حروب لجان عليك من السوشيال ميديا لمحاوله التخريب، محاوله الوقيعه، محاوله التقليل، محاوله اثاره الفتن. ده بيحصل الفترة دي. عشان كده بقول لجمهور الزمالك، رئيس نادي الزمالك، قناة الزمالك، صحفيين المحترمين نقاد رياضيين للزمالك، محللين الزمالك، كل من ينتمي لنادي الزمالك، كلنا مع بعض في ظهر بعض عشان حاجة واحدة بس، كيان نادي الزمالك. تصبحوا على خير.